السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني وأخواتي المشاهدين أسأل الله سبحانه وتعالى ان تكونوا جميعا بخير اينما كنتم ونستهل هذه الحلقه اليوم بالدعاء لاخواننا في فلسطين ان يحفظهم الله سبحانه وتعالى وان يحقن دماءهم وكذلك لاخواننا واهلنا في سوريا واهلنا واخواننا وجميع المسلمين في كل مكان وان ينصر الله سبحانه وتعالى المستضعفين والمظلومين في كل مكان وان يهلك الظالمين نتحدث اليوم ان شاء الله تعالى عن قضيه كثيرا ما بدا الحديث عنها هي قضيه قديمه متجدده الحديث عن الدوله الاسلاميه فما مفهوم الدوله الاسلاميه وما المقصود بهذه بهذا المصطلح ما المقصود بكلمه او عباره الدوله الاسلاميه اولا لا بد ان نفرق في مفهوم الدوله بين الدوله والمجتمع فالدوله هي المجتمع الذي يعيش في ارض واحده ولها حدود ولها سلطه سياسيه تحكمها هذه الدوله اما المجتمع فقد يكون جماعه من الناس سواء كانوا في دوله او في دول متعدده اذا عندما نتحدث عن الدوله نقصد بها المجتمع الذي يعيش في ارض وتلك الارض لها حدود ولها سياده ولها نظام و وقانون يحمي تلك الدولة ولها حدود كما ذكرت. بالنسبة للدولة الاسلامية ايضا قبل ان نبدا في الحديث عن هذه هذا المصطلح وبيانه اريد ان افرق بين امرين ايضا وهو الدولة الاسلامية ودولة اسلامية. الدولة الاسلامية هي بالمعنى الشامل التي تجمع جميع الدول الاسلاميه ضمن دوله واحده وكانت تسمى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى سقوط الدوله العثمانيه تسمى بالدوله الاسلاميه لان جميع الاراضي التي كانت تحت سلطه الدوله او تحت سلطه الحكم الاسلامي تسمى بالدوله الاسلاميه. اما ما نتحدث عنه اليوم طبعا وهذه قد غابت بنهايه الدوله العثمانيه. لكننا نتحدث اليوم عن دول اسلاميه ونتحدث عن مفهوم دوله اسلاميه بمعنى عندنا دول الان مجزأه نتحدث ما المقصود باقامه دوله اسلاميه في مثل هذه المجتمعات او في مثل هذه الدول المقسمه. نحاول ان نبسط بقدر الامكان هذه المفاهيم حتى تصل هذه المفاهيم وهذه التعريفات الى اكبر قدر ممكن من الناس ان شاء الله تعالى. الدوله اذا من الناحيه اللغويه هي الشيء الذي يدور كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم اي كي لا يبقى بينهم فقط وهي من تاتي من كلمه التداول بمعنى شيء ياتي ويذهب ياتي ويذهب يدور. هذا بالنسبه للدوله من جهه اللغه ثم اصبح الان المنتشر والمعروف و الذي عليه سائر الناس هو ان الدوله كما قلت هي جماعه من الناس تعيش على ارض لها حدودها ولها نظامها السياسي. ما المقصود بالدوله الاسلاميه؟ باختصار شديد وبوضوح شديد ايضا هي الدوله التي تقوم على الاسلام ومن اجل الاسلام، اي تقوم على اي ان سياسه هذه الدوله الداخليه والخارجيه وعلاقه الحاكم فيها والمحكومين قائمه على اساس شريعه الاسلام، وكذلك تقوم من اجل الاسلام، اي من اجل تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى في الارض، ليس المقصود بالعبوديه هي فقط مسائل العبادات، وانما المقصود كل جوانب الحياه، لان العباده في الاسلام هي جميع الاعمال التي الاعمال الفاضلة، الاعمال التي تكون في خدمة الانسان وتكون فيها الخير ويكون المقصد فيها هو طاعة الله سبحانه وتعالى وإسعاد الانسان في امور دينه ودنياه. يا هل ترى اذا الاصل اذا دولة الاسلام تقوم على الاسلام نظاما واساسا وتقوم ايضا من اجل الاسلام اي من اجل المحافظة على هذا الدين ببقاء الناس عليه وتعليمهم اياه ونشره ايضا وحمايته من كل من يريد ان ينال منه او من يريد ان يمنع وصول الاسلام الى الناس كافه، لان هذا الدين ارسله الله سبحانه وتعالى الى الناس كافه. الامر الاخر المهم جدا، هل مصطلح الدوله الاسلاميه او دوله اسلاميه هل هو مصطلح ورد في القرآن او السنه بمعنى هل هو مصطلح توقيفي بمعنى جاء في القرآن كلمه دوله اسلاميه او في السنه دوله اسلاميه؟ لا لم يأتي شيء من ذلك، وانما هذا امر اصطلح عليه الناس تسميه اناس يعيشون في على ارض لها حدودها ولها نظامها السياسي الذي يحكم العلاقات بين اولئك الناس في الداخل وعلاقات ذلك المجتمع. آآ ذات آآ السيادة الذي هو له حدوده هذا يسمى بأصبحت تسميته بالدولة. طيب ما لماذا تضاف اسلامية إذا؟ تضاف اسلامية عندما تكون لا تكون تلك الدولة قائمة على أساس الإسلام. بمعنى أن النظام الذي يحكمها ليس نظاما مستمدا من أحكام الإسلام ليس مستمدا من أحكام الشريعة الإسلامية فهنا لا بد من التمييز بين دولة تحكم بغير القوانين أو النظام الإسلامي لا تعتمد على الإسلام نظاما وتشريعا وأساسا للحكم ودولة أخرى لا تحكم بذلك بأي تسمية كانت ولكن نجد اليوم كثيرا ما يتحدث الناس عن دولة دينية او مدنية وياتي السؤال الكبير والذي يطرح الان في الاعلام خاصة في البلدان التي تحررت من الاستبداد ومن الحكام الطواغيت نجد ان هذه الجمله تتردد كثيرا وتتناولها وسائل الاعلام كثيرا هل الدولة الاسلاميه هي دولة دينية او مدنية وهنا يكثر الجدل والنقاش حول هذه القضية، فنجد كثيرا من الناس يقولون ان الدولة الإسلامية هي دولة دينية، والسبب أنها تقوم على دين الإسلام، على الأحكام، أحكام الشريعة الإسلامية. ومن الناس من يقول لا، الدولة الإسلامية هي ليست دولة دينية بل هي مدنية، بمعنى أن الذي يحكمها هو المدنيون وليس العسكريون وليس الاستبداديون. والناس هم الذين يختارون اي المدنيين الناس هم الذين يختارون السلطه اي الذين يحكمهم اما الحكم فباقي فهم متفقون على انه هو حكم الاسلام اي انه ماخوذ من الشرع أريد أن أنبه هنا إلى نقطة مهمة جدا وهي أن كلمة دولة دينية أو دولة مدنية هذه مصطلحات لم يعرفها المسلمون من قبل إنما جاءت وافدة علينا من الدول الغربية من الدول غير الإسلامية في دول أوروبا لما اشتد اشتدت قبضة النصارى وعلماء النصارى القسيسون وحكم النصارى لما اشتد في أوروبا وأصبح أصبح علماء الدين عندهم يتمسكون بكل شيء ولا يجوز لأحد أن يناقشهم ولا يجوز لأحد أن يرد عليهم ولا أن يعارضهم ولا أن يبين خطأهم حتى في اجتهادتهم العادية الدنيوية وكانوا يقتلون كل من يخالفهم وحتى من ناحية العلوم كانوا يمنعون أي شخص يأتي بشيء لا يتفق عليه علماء الدين عندهم سموا هذه الدولة بالدولة الدينية أو الثيوقراطية آآ آآ هذه هي الدولة الدينية عندهم والدولة المدنية هي الدولة التي يحكمها الشعب والشعب هو الذي يقرر أيضا ما هو الدستور الذي يحكمها ومصدر الحكم فيها نحن نقول الإسل... نحن الدولة في الإسلام هي دولة فقط لكن لما نريد ان نميزها عن غيرها نقول هي دوله اسلاميه بمعنى انها تستمد قانونها وتشريعها والسياده العليا فيها للاسلام وليس الدينيه بالمعنى الذي يعرفه الغربيون وهو تحكم علماء الدين في كل شيء ولا يمنعون اي شخص ان يناقشهم لان دينهم قد دخله التحريف كما اخبر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اما في شريعه الاسلام فهناك امور قطعيه لا يجوز الاختلاف فيها وهناك اجتهادات للعلماء في فهم النصوص الشرعيه ويجوز في هذه الاجتهادات ان يختلف الناس ويبين ما هو الراجح وما هو المرجوح وما يصح العمل به في هذا الوقت وما يصح تاجيله وتقديمه وتاخيره بحسب المصلحه الشرعيه. ولهذا ايضا وهذا السبب ايضا زاد كرسه دولة بما يسمى بدولة ولاية الفقيه عند الشيعة الاثنى عشرية الرافضة عندما قالوا إن الفقيه له عصمة وهذه العصمة يقولون أنها لاثنى عشر فقيها أو فقيها من فقهائهم يبقوا معصومين وما يقولونه لا يجوز الخروج عليهم البتة ونحن عند أهل السنة وعند أهل الإسلام لا, لا عصمة إلا للشرع لا عصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لا معصوم في الأمور الاجتهادية وبالتالي نقول إذا كان المقصود بالدولة الدينية هو هذا الفهم بأن علماء الدين يحتكرون أو حزبا دينيا يحتكر الحكم ولا يترك لغيره مجالا لمناقشته في اجتهاداته التي تقبل الاجتهاد فنقول هذه الدولة الإسلامية ليست دولة دينية بهذا المفهوم وإن كانت أيضا المقصود بها ان الناس هم الذين يختارون اي دي اي مذهب يحكمهم ايضا غير دين الاسلام فنقول ان الدوله الاسلاميه ايضا بهذا المفهوم ليست دوله مدنيه، اذا هي دوله اسلاميه لا مدنيه بالمفهوم الغربي ولا دينيه بالمفهوم الغربي، انما بالمفهوم الاسلامي الصحيح هي الدوله اي التي يحكمها الاسلام كما ان الفرد مسلم لا بد ان يكون الحاكم مسلما ويطبق شرع الله سبحانه وتعالى ما هي اهم خصائص دوله الاسلام الدولة الإسلامية هي دولة حقيقية وجدت، وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هي ليست دولة ليست أمنية يتمناها المسلم، وليست خيالا يتخيله المسلم، بل هي حقيقة كانت واقعة، وأول من أسسها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقامها النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت سنين طويلة وأعوام مديدة إلى الربع الأول من هذا القرن من القرن العشرين ولم تسقط إلا بتكالب الأمم وضعف أهل الإسلام في الحفاظ عليها وهي في, دولة الدولة العثمانية وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين كلما حققوا الشرط ان تقوم دولتهم وتقوم دوله الاسلام التي يسعد بها المسلمون ويسعد بها العالم اجمع. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اذا الله سبحانه وتعالى يبين انه يمكننا لنا الدين فالدين هو شامل في الاسلام، ليس الدين كما فهمه النصارى ونقله بعض ابناء المسلمين الذين درسوا في الغرب ولم يعرفوا حقيقة الاسلام، ولم يتعلموا حقيقة الاسلام، وظنوا أن الدين الذي رفضه رفضته أوروبا ورفضه الغرب دين الاسلام جعلوه كأنه هو الدين الذي رفضته أوروبا ورفضه الغرب. وبذلك لما أبعدوا الكنيسة عن طريق حياتهم وأبعدوها وجعلوها في الكنيسة فقط ذهبوا إلى العلم وأصبحت عندهم التكنولوجيا والرقي، إذن الدين في الإسلام هو نظام حياة، هو نظام حياة انظر إلى أي كتاب في الإسلام في الفقه الإسلامي تجد كتاب العبادات وتجد كتاب المعاملات وتجد المعاملات المالية وتجد فقه الجنايات وتجد فقه المواريث وتجد فقه القضاء إذا الدين الإسلامي هو منهج حياة ليس فقط هو علاقة بين العبد وربه فحسب وإن كانت أعمال المسلم كلها ترجع إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى فهو في عبادة سواء كان في صلاة أو كان في متجره، سواء كان في صيام أو الطبيب يعالج المرضى، سواء كان في الحج أو كان يزرع الأرض ويقوم عليها. إذا الدولة الإسلامية هي دولة الدين الشامل الذي هو نظام الحياة كما هو الإسلام، كما هو دين الإسلام. فدولة الاسلام هي دولة الايمان، تجد في هذه الدولة الناس مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. دولة تكثر فيها اعمال الاعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وهذه الدولة تحمي الايمان، تحمي هذا الدين بنشره وتعليمه. ونشره داخل البلاد وخارجها بجميع انواع بجميع الوسائل، انها الدوله التي تحقق كرامه الانسان، ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وكرمه، وهذه الدوله تحفظ للانسان كرامته بتعليمه ووضع الانظمه التي تكفل له الحياه الكريمه في وهو شاء وهو رضيع وهو في بطن امه وهو رضيع وهو في جميع مراحل حياته وتكفل كرامه المراه سواء كانت غير متزوجه صغيره صغيره او او كبيره اما زوجه مطلقه في كل مراحل حياتها تحفظ كرامه الانسان في حياته وفي مماته كذلك تحقق وسائل السعاده للانسان في ليسعد في الدنيا والاخره تحفظ الضروريات الخمس تحفظ الدين وتحفظ النفس اي ان الانسان يعيش في دوله الاسلام امنا على نفسه امنا على عقله بالعلوم النافعه بنشر العلوم النافعه وبمنع ما يفسد العقل من المخدرات والمحرمات التي تهلك العقل كذلك تحفظ الاعراض لي ليعيش المجتمع في امن وامان وسلام على اعراضهم ويكون نسلهم طيبا طاهرا تحفظ اموالهم ايضا بان لا يعتدي احدهم على الاخر في دوله الاسلام يختار الحاكم يختار الحاكم من الناس الناس هم الذين يختارون من ينوب عنهم لان الحاكم في دوله الاسلام ينوب عن الناس الناس يوكلونه نائبا عنهم فهم الذين يختارونه هل رايتم شخصا يختار شخصا ليس راضيا لا يرضى به هذا لا يصح، كذلك الامه هي التي تختار الحاكم. كذلك في دوله الاسلام لمن لا يدين بدين الاسلام له حريه اعتقاده وتحفظ له الدوله حريه اعتقاده على حسب ما هو مقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. في دوله الاسلام الراي متاح والانسان يستطيع ان يعبر عن رايه في الحدود الشرعيه. بمعنى انه يستطيع ان يخالف اجتهاد عالم ما يبين ان هناك اجتهاد اقوى وهناك ادله اقوى وهناك راجح وهناك سياسه شرعيه اقوى لما يقوم به الحاكم او الوزير او المخطط او الرئيس او حتى العالم اذا اجتهد او مجلس شورى المسلمين او نحو ذلك ليس هناك حجر على الناس وتاريخ دوله الاسلام عظيم فيه كثير من المواقف ابداها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يشاور اصحابه وهو المعصوم عليه الصلاه والسلام، فلو كان لاحد ان يلغي اراء الناس لالغي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي وهو المعصوم، لكن الله سبحانه وتعالى امره بان يشاور اهل الايمان وشاورهم في الامر. اذا دوله الاسلام هي دوله الحريات، هي دوله احترام العهود والمواثيق. في الداخل والخارج هي دولة العلم، هي دولة اقرا، هي الدولة التي تهتم بالعلماء وتضعهم فوق راسها وتضع لهم مكانتهم وتقدمهم وتجلهم وتجل العلوم، ويكفي ان امه الاسلام يشهد لهذا البعيد والقريب المسلم وغير وغير المسلم بانها ما تعيشه البشريه اليوم هي من نتاج علوم اهل الاسلام، هي دولة العدل دولة العدل لانها دولة دولة القوانين التي انزلها الله سبحانه وتعالى الذي لا يظلم احدا سبحانه وتعالى. دولة العدالة اي كل الناس سواسية امام هذا العدل. دولة الحقوق حقوق المرأة وحقوق الرجل وحقوق الزوجة وحقوق الطفل وحقوق الحيوان وحقوق البيئة. الحقوق بمعناها الشامل، دولة المساواة، الناس كلهم سواسية أمام أمام الشرع، أمام الأحكام، دولة الأمن، دولة الشورى، دولة التعددية السياسية، نعم هي دولة التعددية السياسية، فالسياسة الشرعية هي اجتهادات ويجوز لأهل الإسلام أن تكون في دولتهم تعدديه بل هذا امر مطلوب، كيف نستطيع كيف يستطيع الناس ان يعرفوا انهم يمشون في الطريق الصحيح اذا لم يجدوا من يقومهم ومن يقدم الراي الاصلح والافضل كما تحدثنا في الحصه الماضيه، اذا هي دوله التعدديه السياسيه في اطار شريعه الاسلام. هي كذلك دولة الوقوف مع المظلومين سواء في دولة الإسلام أو خارج دولة الإسلام ودولة مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين كذلك في أي مكان في العالم لأنها هي دولة الرحمة دولة الإسلامية يمكن فيها للشخص أن يعارض الحاكم ويقول إن هذا العمل في تقديري وفي اجتهادي عمل يحتاج الى تقويم وينشر ذلك ويكتبه بادب واحترام لا مانع من ذلك ابدا ولا ياتي الشرطه واعوان والخفافيش الليل في الظلام ياخذونهم من بيته لانه عارض الحاكم او عارض سياسه الدوله لانها سياسه ظالمه او لا تحقق المصلحه للمجتمع ليست دوله ياتي فيها هؤلاء الخفافيش في منتصف من الليل وياخذون الناس من فروشهم ومن بيوتهم ويزجون بهم في المعتقلات والسجون بغير اي ذنب الا انهم يريدوا ان يقوموا حكامهم ومسيره حكم بلادهم الى ما فيه سعاده العباد والبلاد ابدا دوله الاسلام المجال فيها مفتوح للاجتهاد والنقاش والمناقشه والحكام مسؤولون ويسالون امام الشعب وامام نوابه كل هذا في مدى التزامهم بالشرع وفي مدى كفاءتهم وقوتهم في اداء مهامهم وحتى لو كان الحاكم يحكم الشرع ولكن ولكن كفاءته ضعيفه فانه يستبدل وبالطرق الشرعيه ينصح ويبين له فان قوي واصبح قويا يحقق للامه مصلحتها الدينيه والدنيويه والا فالامه تستبدله لانه نائب عنها والعلماء ايضا من جهتهم ايضا اجتهاداتهم ايضا ليست في المسائل غير القطعيه اي المسائل التي تحكمها تتجاذبها النصوص الشرعيه وفهم النصوص الشرعيه على حسب القواعد الاصوليه اي قواعد علم اصول الفقه في فهم النصوص وكذلك في تنزيل النصوص على الواقع العلماء ليسوا بمعصومين وانما يجوز تخطئتهم ويقال ان اجتهاداتهم خاطئه فإذا حرية الرأي في بلاد الإسلام واسعة ومكفولة بإذن الله تعالى وهذا أمر حقيقي ليس أمرا خياليا كما قلت وليست أمنية بل تحققت عبر العصور والتاريخ شاهد على ذلك هل إقامة الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية فريضة شرعية أم أنها أمر اختياري ولماذا؟ نعم الدولة الإسلامية إقامتها والسعي إلى إقامتها هذا أمر واجب وفرض, وفرض كفائي على الأمة لا بد أن تقوم به طائفة من المؤمنين وأن تقوم هذه الدولة لا بد ذلك هذا أمر واجب لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى العبودية الكاملة الخالصة لله عز وجل يقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، انظر ربط العبادة بالحكم وربط الحكم بالعبادة، إذا لا تتم العبادة ولا تخلص إلا إذا كان الحكم في جميع شؤون حياة الإنسان في عباداته وفي شؤون حياته كلها لله سبحانه وتعالى، ذلك الدين القيم، إذا الحكم هو الدين، إذا الدين هو ان يكون ان تكون هيمنه الحكم في الاسلام ان يكون الحكم لله سبحانه وتعالى، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه فالعباده اذا الحكم من العباده ذلك الدين القيم اي هذا هو دين الاسلام. أن يكون دين الإسلام مهيمنا على جميع حياة الإنسان يقول الله عز وجل: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا هو دين الاسلام. نكمل ان شاء الله تعالى ما تبقى من هذه المفاهيم ومن هذه النقاط ومن صفات دوله الاسلام وخصائصها وبالاجابه عن التساؤلات المتعلقه بذلك بعد ان ناخذ هذا الاتصال ان شاء الله تعالى. الاخت فاطمه من بريطانيا. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. أخت فاطمة تفضلي. أيوه السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي أنا أخوي أنا كلمتها يعني قبل أربعة أسبوع أنا طلقت يعني شو جنسي طلقني قبل عشرة أيوة. أسبوع. زوجك طلقك قبل عشرة أسابيع. عشر شهور عشر شهور نعم عشر شهور نعم ايوه عشرة شهور نعم ايوه هو ايش بلد يعني يعني بلد الصومال يعني بريطانيا بعد انا رحتها يعني بلدي اصول امي هو يقول انا ما دلقتها طيب طيب يا اخت فاطمه اختي فاطمه هذا السؤال ان شاء الله لان اللغه قد لا تكون واضحه والصوت غير واضح انا ممكن الاخوه يعطونك رقمي الخاص واتصلي بي وان شاء الله سوف اجيبك فيما يتعلق بامر هذا الطلاق ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى الاخ عبد القادر من فرنسا تفضل اخي عبد القادر وي. تفضل اخي عبد القادر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عبد القادر من فرنسا م. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أهلاً وسهلاً، الحمد لله بخير الحمد لله. الشيخ عبد نسألك على قلت الدين الإسلام يحفظ ال... كرامة الناس والديانات الأخرى ورعايتنا. نعم. الشيخ نسألك هل قلت الدين الإسلام يحفظ ال... كرامة الناس والديانات الأخرى أخي عبد القادر، هل ممكن تسمعني من الهاتف مباشرة؟ و صوت التلفاز مشكورا. <تصفيق> <تصفيق> اوكي. شد في في صوت التوبه 29 تقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من اهل الكتاب وانت راك عايش معاهم في بريطانيا ويقول الرسول من عشرة قوم من 40 يوم اصبح منهم. طيب وما هو السؤال؟ السؤال هذا هو ليش تغطسوش بالغربال يعني الدين واضح يقول لك قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الاخر ومن ابتغى غير الاسلام الديني فلن يقبل من هو في الاخره من الخاسرين وانتم عايشين في بريطانيا معهم طيب طيب اشكرك اخي عبد القادر على هذا السؤال. بالنسبه لي... اجيب عن هذا السؤال ان شاء الله تعالى. بالنسبه لاهل الكتاب والعلاقه باهل الكتاب، اولا اود ان اقول للاخ عبد القادر ان مسائل الشريعه لا تؤخذ من نص واحد، بل ينبغي للانسان ان يقرا كتاب الله سبحانه وتعالى ويستخرج جميع النصوص التي تتعلق بكيفيه التعامل مع غير المسلمين، من غير المسلمين من هم مسالمون. لا يظلمون اهل الاسلام ومنهم من يعتدي على اهل الاسلام، منهم من بينه وبين اهل الاسلام عهد في انهم لا يمنعون نشر دعوه الاسلام الى الاخرين، هناك من بينهم وبين اهل الاسلام عهد ومواثيق، دين الاسلام هو دين العدل، لا يجمع الناس كلهم في كفة واحدة وفي جنب واحد بانهم اعداء، فهذه النصوص التي امرت بقتال المشركين او الكفار او نحو ذلك، انما هم المحاربون، الاعداء، الظالمون، وهؤلاء يحاربون في كل مله وفي كل امه، اذا اعتدى اهل بلد على بلد اخر، اعتدوا على اعراضهم او على بلادهم او على اموالهم، فجميع الناس الانسان بفطرته ينتفض للدفاع عن نفسه فاذا هذه النصوص لها اسباب نزول وايضا تنزل في الوقت المناسب تنزل نصوص السلم تنزل في وقت السلم نصوص العهود والمواثيق تنزل على نص على وقت العهود والمواثيق نصوص الحرب تنزل في وقت الحرب إذا ليس هناك خلط في الإسلام بين هذه القضايا وعليك أن تراجع كتب الفقه لتتعلم متى يكون التعامل مع الكافر الحربي وغير المسلم الذي هو المعاهد وغير المسلم الذي يعيش في بلاد الإسلام وأهل وأهل وغير المسلمين يشهدون بأن أمة الإسلام هي الأمة التي كرمتهم لما عاشوا فيها وعاشوا سعداء وأرجو أن تقرأ عندما فتح صلاح الدين بيت المقدس كيف كان النصارى في ذلك الوقت يأملون دخوله وكيف كانوا يعلمون مدى الخير الذي كان من أهل الإسلام عليهم لأنهم يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى وليس من أهوائهم اما وجود بعض المسلمين في بلاد غير المسلمين، اولا هناك مسلمون من هذه البلاد اسلموا، هؤلاء هم من اهل هذه البلاد، كيف يخرجون منها؟ المسلم اذا امن بالله سبحانه وتعالى اخي عبد القادر وفي اي ارض كان ويستطيع ان يصوم ويصلي ويقوم بشعائره. فانه يبقى في بلده وكما قلت في الحصه الماضيه ان المؤمن حيث يعبد الله سبحانه وتعالى وحيث يقوى ايمانه يبقى هناك حيث يجد كرامته ويجد انه يستطيع ان يعبد الله سبحانه وتعالى فالارض لله سبحانه وتعالى فاذا هذا اولا من جهه السكان الاصليين الذين يعيشون هنا وهم اعداد كبيره في امريكا الملايين وفي غيرها الملايين وفي اوروبا الملايين ولا يزالون يدخلون في دين الله افواجا. اما من غير المسلمين فاقول ان هذه مساله شرعيه ينبغي ان تسال فيها الفقهاء فيقولون لك متى يكون العيش في بلاد غير المسلمين جائزا؟ يكون جائزا اخي الكريم اذا جمع اذا كانت هناك مصلحة شرعية في وجود هذا الشخص، اما ان يكون فارا بدينه واما ان يكون عليه ظلم فيخرج من بلاد الخوف الى بلاد الامن، حتى لو كانت بلاد الامن من غير بلاد المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل بعض اصحابه الى الحبشة، ولم تكن وقتها بلاد الاسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ان ذلك الحاكم رجل عادل وبالتالي ارسل اليه الناس هناك لانها كانت بلاد امن بالنسبه لمكه في ذلك الوقت التي كانت بلاد خوف وتعذيب وتقتيل للمؤمنين وهذا يحصل في كل زمان كذلك اذا احتاج المسلم لامر مباح كالعلم والتجاره ونحو ذلك ولكن فقط عليه ان يحقق شرطين الشرط الأول أن يحق أن يكون لديه إيمان يدفع به الشبهات وأن يكون لديه علم يدفع به الشهوات بمعنى أنه يكون لديه من الدين ويتعلم الدين بحيث يصبح قدوة في هذا المجتمع ولا ينحرف ولا يضل ولا يبتعد عن دينه بل ان اهل الاسلام خرجوا الى الامصار جميعا يدعون الى الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وفي روايه خير لك مما طلعت عليه الشمس اذا اسال الله ان اكون قد وضحت لك ويمكن ايضا ان ترجع الى كتب الفقهاء وكتب اهل العلم فتجد المزيد باذن الله تعالى ناخذ فاصلا باذن الله تعالى ثم نعود اليكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنا نتحدث عن هل قيام او اقامه دوله الاسلام امر اختياري ام امر ام هو امر امر فريضه؟ يجب على المؤمنين ان يقوموا به وقد بينا الايه الاولى وعلاقه الحكم بالعباده وبالدين كذلك يقول الله سبحانه وتعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون اذا من هم المؤمنون؟ المؤمنون هم الذين يقيمون حكم الله سبحانه وتعالى. واذا دعوا اليه فانما ياتوا اليه راضين باختيارهم يقولون سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون اي هؤلاء الناس الذين رضوا بحكم الله واقاموا حكم الله سبحانه وتعالى فيما بينهم، وقالوا سمعنا واطعنا لله ولرسوله، اولئك هم المفلحون، هم الذين يفلحون في الدنيا والاخره، يفلحون في الدنيا بان يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم الخير كله والسعاده كلها وان ويفلحوا في الاخره التي هي حياه الخلد الحياه الحقيقيه، فاذا تطبيق شرع الله فيه فلاح في الدنيا والآخرة آه نأخذ اتصالا من الأخ عمر من الجزائر أخ عمر السلام عليكم أخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ إحنا في <applause> الجزائر عندنا في الدستور تاعنا يقول لك الدولة هي مدة اثنين في الدستور عندنا في الجزائر نعم والدولة تاعنا تبع الخمر نعم يقول ورب سبحانه وتعالى في القرآن يقول لك الذين يحكمون بحكم الله هم الظالمون الفاسقون الكافرون نعم كيف نفهم اننا في دولة اسلامية في نحن نبيع الخمر؟ هذا ما هو السؤال جميل شكرا لك، شكرا جزيلا لك. لدينا اتصال اخر، الاخ احمد من الجزائر. الاخ احمد تفضل. اخي نعم. الو. نعم، مرحبا بك اخي احمد، تفضل. تفضل أخ أحمد نعم أسمعك تفضل أخي عندي قضية تفضل تفضل آه. مش ما كنت كنت نعم مم عندي قضية أخي أنا اليوم آه. عفوا أخ أحمد الصوت غير واضح ممكن تعيد الاتصال إن شاء الله تعالى آه. لدينا اتصال آخر الأخ هشام من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة شيخنا نسألك فقط احنا هنا في الجزائر كاين اللي يقدموا الرشوة من أجل الحصول على العفو من الخدمة الوطنية نعم مع العلم أن مع العلم أن الجزائر بلد لا يقيم حدود الله نعم آه ولذلك آه هل من الجائز أن تقدم الرشوه من ما تروحش الخدمه الوطنيه لانك راح تعطل الاحكام الشرعيه مثل الصلاه حوايج كيما هكذا ما مش تقوم بهم بشكل اعتيادي. آه جميل جميل ان شاء الله سوف اجيبك باذن الله تعالى. ولكن آه ابدا بجواب السؤال الاخ عمر وهو يتحدث على انه في دستور آه الجزائر وفي بعض ايضا البلدان العربيه ان دين الدوله هو الاسلام. ولكن في الواقع نجد ان في تلك الدوله سواء في الجزائر او في غيرها من الدول التي تضع هذا البند في الدستور نجد اباحه كثير من المحرمات، اباحه الخمر، اباحه الزنا، اباحه الربا، اباحه يعني كثير من الاشياء المحرمه هي مباحه وبعضها مرتبط بمساله التراضي بين الطرفين، بمعنى اذا كانت المرأة راضية بأن يزني بها شخص فلا مانع من ذلك ما دام انه ليس في احد يدّعي، كذلك مسألة ترك الصلاة امر عادي جدا، امور كثيرة يعني مع ان في في الدستور هناك البند الذي يقول دين الدولة الاسلام، نحن نقول هذا البند هو بند عظيم ومهم جدا، ولكن فقط نريد أن نحدد ما من المقصود بالدين هل المقصود بالدين أن دين الدولة الإسلام هو أن الدين بمعنى أن هذه الدولة مجتمعها مجتمع مسلم والناس لهم الحق أن يعبدوا الله في المساجد وأن لا تتعطل المساجد وأن الناس لهم الحق في الصيام وأن يذهبوا إلى الحج وأن يقوموا بالعبادات نقول إذا كان الأمر كذلك فحتى الدول الغربية تعتبر دينها دين الدولة فيها الاسلام لانها تسمح بالناس بالصلاة ببناء المساجد بل بالعكس في بعض في بعض البلدان الغربية من الحرية من الحرية مما يقوم به المسلم في عبادته اكثر من كثير او بعض الدول المجتمعات الاسلامية او بعض الدول العربية الاسلامية فاذا ليس المقصود هو هذا، ينبغي ان تكون هذه العباره شامله، فكما قلنا ان الدين ليس المفهوم هو مفهوم الغرب الذي من اجله تنصل الغرب واوروبا منه لانه اعطى اعطى لرجال الدين النصارى اعطاهم الحق في التحكم في رقاب الناس وقتلهم وامرهم بكل ما يريدون باسم الدين او ان الحكام اولئك لهم علاقه بالله سبحانه وتعالى وان الله هو الذي مكن لهم لان لهم صله بالله عز وجل لا. وانما الدين في الاسلام هو عباده ومنهج حياه، هو حياه كلها، فنحن نريد من هذا البند في الميثاق ان يعطى حقه الحقيقي والذي من اجله قامت ثورة التحرير الجزائرية، ولنقرأ ميثاق أول نوفمبر ونرجع إليه، إعلان إعلان ثورة التحرير على على المغتصبين الفرنسيين الظالمين الذين دخلوا البلاد ظلما وعدوانا وأرادوا جعل الجزائر جزءا من فرنسا. نقرأ هذا الـ هذا الإعلان، إعلان الثورة فنجد أنهم كانوا يريدون إقامة دولة وفق على المبادئ الإسلامية. إذن هذا البند صحيح، ولكن لا بد أن نفهم ما معنى الدين، فالدين كما يشمل الصلاة والصيام والحج وأمور العبادات، كذلك يشمل المعاملات والحدود والقضاء والجنايات والمواريث وكل ما يتعلق بحياة الإنسان وبالمعاملات الإنسان بعضها مع بعض وفي علاقة وفي كذلك. تركيبة الدولة وما هو النظام الذي يحكم الدولة والأخلاق والآداب أي أن تكون الهيمنة والسلطة هي لله عز وجل أي لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا هذا هو المقصود من أن دين الدولة الإسلام وما دام أن هذا غير مطبق فتبقى هذه العبارة حبر على ورق وليس لها أي مفهوم في الواقع البلاد وفي واقع الدوله أه نعم أه بالنسبه للاخ هشام الاخ هشام يسال عن الرشوه ولكن سوف اجيبه بعد ان اخذ اتصال ان شاء الله تعالى من الاخ الاخضر علي السلام عليكم أه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا بك اخي يا شيخ عثمان الحمد لله بخير احبك في الله يا شيخ احبك الله الذي احببتني فيه جزاك الله خيرا تفضل ما هو سؤالك شكرا لك الاخ الاخضر. اذا اجيب عن الاخ هشام فيما يتعلق بالرشوه من اجل العفو عن الخدمه العسكريه. الخدمه العسكريه هي امر في الاصل مباح وقد يكون فيه مصلحه للبلاد والعباد في امور كثيره. فلهذا الاصل فيها انه لا يعمل الانسان في امر مباح يقدم الرشوه. الرشوه هي تكون تكون هي محرمة وبالتالي لا يعتمدها الإنسان في في أمور مباحة ولكن كما ذكر السائل إذا كانت الخدمة العسكرية في وقت في وقت حرب وهذا الحرب هي بين أناس مثلا يطالبون بتحكيم الشرع بكل وسائل الأمن بوسائل سلمية وسائل سياسية معتمدة من طرف حتى الدولة القائمة ثم بعد ذلك يؤخذ الشباب ليجندوا ليقتلوا الناس فنقول أصبحت هنا لم تصبح الخدمة العسكرية وض... لم تحقق المقصد منها وهو ما فيه مصلحة العباد والبلاد وبالتالي يدفع الإنسان الرشوة في هذا الوقت عندما تختلط وتسيل الدماء بين المؤمنين حتى لا يكون قاتلا فهو يفتدي نفسه ويبعد عن نفسه الوقوع في مثل هذا الأمر المحرم أما بالنسبة لترك الصلاة ونحوها فاظن ان هذا قد لا يكون الان الان الحمد لله فيه مجال للصلاه وفيه مجال للعباده وفيه مجال كثير وعلى المسلم ايضا ان لا كلما وجد في مكان صعوبه لقيام بالعباده يحاول ان يتخلص منه يحاول ان يدخل ويدخل الى هذه الاماكن هو وغيره من الصالحين ويحاول ان يظهر الاسلام وسيجدون اعوانا ان شاء الله تعالى ليعم الخير في جميع أنشطة البلاد والعباد ولا يكون فقط كلما وجد تضييقا انصرف عنه وابتعد وتركت تلك المجالات فإذا إن شاء الله تعالى لا أرى اعتماد هذا الأمر بمطلقا في أن يدفع الإنسان الرشوة في هذا الأمر المباح إلا إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى مفسدة وهو يريد أن يدفع عن نفسه تلك المفسدة فيدفع رشوة في هذا الأمر الأخت نعيمة من الجزائر أخت نعيمة سلام. تفضلي فضلك ما أه... زلنا تفضلي نعم أسمعك يا أخت نعيمة آآ أه... السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله للأخ نشكركم على هذه الحصة هذه وإن شاء الله ربي يبارك فيكم ويبارك لنا في الشعب الجزائري إن شاء الله شكرا. الشعوب الإسلامية كاملين إن شاء الله شكرا والله شكرا. يا أخي واش نقول لك أنا مظلومين بزاف مظلومين بزاف الحقوق مهضومه كامله نعم أه الحال الانسان ما يقدرش ما واش نقولوا حقوقنا كاع مهضومه وما نقدروش نهدروا تروح للوالي ما يستقبلكش تروح ارمله ارمله يعني ولل... ام لسبعه اولاد ما كاين دار ساكنها يعني كيما يبغي الانسان ما كاين خدمه ما كاين والو الحقوق اللي تاع المصالحه يعني تشوف الناس يتعطوها كيف كيف يعني حالتنا كيف كيف بالصحة واحد يديها واحد ما يديهاش واحد يطبق القانون على واحد والجميع يتصرفوا كما يبغوا حرنا كيفاش نديرو والله غير حنا ما تقدرش توصل للصوت تاعك للوالي مثلا ما تقدرش توصل باش يقابلك الوالي ولا ما خلوكش توصل شكرا لك يا اخت نعيمه نعم هذا واقع مر ومؤلم ومؤسف ولهذا نحن المسلمون عليهم ان يطالبوا بالطرق السلميه بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى لانه هو الذي يحفظ لهم كرامتهم ويحفظ لهم حقوقهم لان المؤمن والانسان لا يكون معبودا الا لله سبحانه وتعالى، لا يكون نعم عبدا الا لله سبحانه وتعالى. فاذا وجد فشرع الله سبحانه وتعالى فيه كل الخير وفيه كل السعاده وفيه كل الكرامه للانسان. واقول ان هذه الواجبات التي ذكرتها وهي الاهتمام بالناس وظروفهم ومشاكلهم وحمايه اموالهم وعقولهم ونفوسهم، كلها من الامور الواجبه، ولا تتم هذه الواجبات الا باقامه النظام الذي يقوم على شرع الله لهذا كان اقامه دوله الاسلام في بلاد الاسلام امر واجب لانه لا يتم هذا الواجب الا بوجوده ولا يتحقق هذه الواجبات الا به لكن كيف تقام هذه الدوله اول شيء لابد ان نقيمها في انفسنا بمعنى ان ان نطيع الله سبحانه وتعالى فيما امرنا وان نبتعد عما نهانا اولا فاقامتها تكون في النفس اولا طاعه لله ثم تحقيقا للقدوة، فإذا رآنا الناس كيف نعيش بالإسلام ونحب إسلامنا وكيف نلتزم به في في أخلاقنا وآدابنا وتصرفاتنا مع المخالف والصديق والعدو، فإنهم يجتذبون يجذبون إلى الإسلام، نطالب بهذه الدولة بالوسائل المشروعة، وهذه مهمة كل فرد من أفراد المسلمين، وكذلك الجماعات والأحزاب يطالبون بإقامة دولة الإسلام وبالإصلاح. ويعملون اعمالا جاده وهادئه وفيها تخطيط وفيها وصف وتكييف لحال الامه وما ينبغي لهم ان يقوموا به خطوه خطوه يقللون من الشر قدر الامكان ويكثرون من الخير قدر الامكان وهذا يدفع باقامه دوله الاسلام ان شاء الله تعالى بتعليم الناس ما هي دوله الاسلام وما هي محاسن الاسلام وتوعيتهم نراعي في شعوب أمتنا في شعوب الأمة الإسلامية التغييب الذي غابت عنه فترة طويلة كذلك كل هذا لابد أن يراعى ويدرس وتكون هناك هيئات مدنية مؤسسات مدنية تدفع في هذا الاتجاه والأمور لا تأتي في يوم وليلة بل لا بد من إعداد ولا بد من صبر ومصابرة ومثابرة ووجود علماء يفهمون واقعهم ويفهمون الأحكام الشرعية ويعرفون كيف ينزلون هذه الاحكام على الواقع وليس ابدا واقولها بكل صراحه وبكل وضوح العمل المسلح ليس حتميا لاقامه دوله الاسلام من قال ذلك هذا امر غير مقبول تماما، الناس لها الحق ان تدافع عن انفسها، نعم، لها الحق في جميع الملل والنحل والانسان بفطرته يدافع عن نفسه اذا 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 جاءه شخص يعتدي عليه يريد ان يقتله او يريد ان ينتهك عرضه او يريد ان يسلب منه حريته ويضعه في السجن، نعم، له الحق في ذلك، لكن ان يطالب بحق بعمل مسلح فهذا او اقامه دوله الاسلام بعمل مسلح فهذا غير ليس حتميا ولا يوجد في نصوص الشريعه ما يدل على ذلك الواقع يدل على ذلك دخلت امم ودول في دين الله دون اي سلاح ودون اي مواجهه ودون اي ولم تسل قطره واحده من الدم في افريقيا في ماليزيا في اندونيسيا في دول كثيره من العالم دخلها الاسلام لما لم يعارض اولئك الناس الدين وقبلوه وفهموه وراوا القدوة ورأوا القدوة في الناس، ورأوا القدوة في المسلمين فأعجبوا بهذا الدين ودخلوا فيه كذلك، اذا علينا ان نكثر من الخير وان نوجد الوسائل التي تكثر الخير وتقلل من الشر من الشر قدر الامكان، وعلينا ايضا ان لا نغتر ايضا بالشعارات الرنانة والفضفاضة في إقامة من بعض الأحزاب في إقامة دولة الاسلام ونحو ذلك، فكل مسلم مطالب بذلك، والعبرة بالحقائق وليست بالشعارات. ويمكن للانسان ان يعارض حزبا يريد ان يقيم دوله على اساس الاسلام في منهجه اقصد في سياسته التي يريد ان ينتهجها اي في نظرته للمشاكل التي تعيشها الدوله وكيف يريد ان يحلها، قد اقول انا لست مع هذا الحزب ولو كان حزبا يريد ان يقيم الدوله على اساس الاسلام واساس نظام الاسلام، لكنني اخالفه في الاولويات وفي الاجتهادات ونحو ذلك، لان هذه اجتهادات ويشرع الاختلاف في الاجتهاد اذا كان وفق الاصول الشرعيه كذلك ولكن لا يكون هذا هذه انه يوجد اناس لا يحملون الاسلام بصوره صحيحه او لا يحملون الفهم الصحيح للاسلام ان اعارض اقامه دوله الاسلام، هذا تعسف في استعمال الحق، لا لا يتعسف الانسان يقول اذا ما دام لا يوجد علماء ناضجين، لا يوجد اناس ناضجين، لا يوجد ناس يعرفون الاحكام الاسلاميه وكيف يطبقونها اذا انا اعارض اقامه دوله الاسلام لا يا اخي انت حاول ان ان تساعد في في باخلاقك وقدوتك في ايجاد هذه الدوله وفي تكثير الخير والتقليل من الشر قدر الامكان وفي النصح لكل مسلم اذهب الى ذلك الرجل او ذلك الجماعه وناصحهم وارشدهم وبين لهم حتى لو تخالفهم لكن لا يكون ابدا ذلك يكون ذلك سببا في انك ترفض اقامه دوله الاسلام فهذا امر خطير جدا وهذه نصيحه اخويه اقولها لكل مسلم يحب الله ورسوله ويعتز بدينه ويرى ان في دينه الخير والفلاح في الدنيا والاخره الى هذا الحد ان شاء الله تعالى نكون قد اتينا على جمله من النقاط التي تتعلق بمفهوم دوله الاسلام نسال الله سبحانه وتعالى ان يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يقر اعيننا باقامه دوله اسلاميه عظيمه قويه في علمها وفي علومها وفي حرياتها وفي كل ما يسعد الانسان في دينه ودنياه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واراكم في حلقه قادمه وانتم على خير حال وعلى احسن حال ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته